شو رأيك في انتشارات العشوائيات التجارية؟ والله الانتشار العشوائي هذا طبعا غياب الرقابة وغياب الدولة هي أصلا الموضوع طبعا غلط بكر. شو رأيك في انتشار العشوائيات التجارية؟ والله يا رون حتى شكل بايخ بكر أصلا كمنظر خربات حتى المنظر أصلا مسكن بوديمو عندي رواج بالهب الغادي حتى شكل مخربات منظر منطقة بكل أصلا ما فيش حاجة من محلات عاديات أصلا. شو رأيك في انتشار العشوائيات التجارية؟ والله رأي غير صواب وغير صحيح. يجب أن ندعو عليهم حملة، يجب أن يزيلوهم إزالة كاملة، لأن هذين سبب فوضى وسبب في زحمة وسبب في أذان الناس. شو رأيك في انتشار العشوائيات التجارية؟ والله العشوائيات التجارية يعني كظاهرة هيك هي انتشرت بشكل غريب يعني بعد ثورة 17 فبراير عارفوا هي ظاهرة مش حلوة ونتمنوا يعني بجديات انها تنتهي في اقرب فرصة، لان العشوائيات يعني في يعني ظاهرة مش حلوة وظاهرة سلبية واصبح انتشارها بشكل كثير يعني عرفته، ويحزن في مكانات يعني ارض مخصصه للدوله، ارض تقعد مخصصه للدوله وتنتشر فيها العشوائيات يعني ظاهره مش حلوه يعني هذه يعني نتمنى في اقرب فرصه انها تنتهي. شو رايك في انتشار العشوائيات التجاريه؟ طبعا العشوائيات هذا يعد مظهر غير حضاري ويسيء الى المدينه وكذلك يؤثر تاثير كبير على التخطيط العمراني للمدينة، ويفترض من المجلس المحلي لمدينة بنغازي أن يتخذ خطوات عملية لإزالة هذه العشوائيات، لأنها تسيء إساءة كبيرة إلى المظهر الحضاري لهذه المدينة. ونحن رأينا في الأيام أو في اليومين الماضيين الحملة التي شفناها في مدينة المارج ضد العشوائيات والمحلات اللي مبنية بطريقة بخارج المخطط وتم إزالتها. ياريت نرى هذه الخطوة اللي اتخذتها بلدية المارج نراها في بلدية بنغازي وفي كافة بلديات ليبيا. والله شنو نقول لك، أولا هو شيء موضوع سلبي تمام، وخاصة لما تصير حكومة يعني في الأخير هذا كل شيء حيتهدم وكل شيء حيقعد قانوني تصير لك الخير تمام. وش بنقول لك، قصدي هو يعني شيء أو أولا مضر منه بالطريق من برا، قصدي حاجة مكان مش مكان إنه مكان إنك تبني كافي بكر ومكان غير صحي غير الناس نتبني وخلاص تمام. وقصدي ما قلت لك كيف ما تصير حكومة حيهدموا كله. والله بالنسبة لي رأينا يهدوا لهم عيروسهم، هذوما أصلا متحشموش عيوشهم وركبين عيروس الرجالة، هذو يبنوا عيروس الرجالة ما مش رجالة، يبنوا عند مقبرة بتاع الشهداء يا رجل، عند بوتزيرة بنين مباني يا رجل نظر المن، هذوما والله يدوا لهم عيروسهم، هذوما خوارج، حتى هما دواعش هذوما مش رجالة. فيها مضايقات على الناس ومضايقات على أصحاب السيارات، وفيها وحدين عندهم شغل يغذوه مش فاضيين لك أصلا، عشان شنو؟ تقعد حاطط عشان تدرس على الكشك تاخذ في دخان وهم يقعدوا يستنوا وراك. اللي كلام معقول كذا. حال الغاية يعني شنو؟ اللي يدير حاجة عشوائية يحاول انه شنو يفكر حتى في الناس اللي شنو يفكر حتى في الناس اللي يخطموا من ترى الطريق هذه الزحمة اللي بيديرها هو في المستقبل، الناس اللي بتتعطل وراه كله ظلم، فهمتني كيف؟ والله اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله الموضوع هذا موضوع خطير، موضوع يعني هو تشوف عينك بسبب لنا زحمة في الشوارع ومسبب لنا دعاك، ونص الموضوع هذا من العشوائيات يعني. فنتمنى بجديات من الدولة تزقى الموضوع هذا. والله شوف هم أصحاب العشوائيات لو تشوف كل واحد ظرفه يعني ليش سبب دار المحل أو كشك مثلا دخان أو أي شيء، تلقاه يعني ما عندهش عمل، تلقاه ظروف مادية أو شيء يعني باش يطلع بيه مصروف اليوم زي ما نقول.
لكن ضروري الدوله تدير بديل. معناتها تبي تحول لك كشك والله المحل التجاري على الطريق، دير له مثلا تشوف له مثلا قرض صلف هكي مشروع تجاري صغير يعوض على البديل المحل اللي دايره مثلا او العشوائي اللي دايره على الطريق مثلا. هو ما يجوز، لان شنو تعتبر سرقه، هذه ارض عامه. بالنسبه لانتشار العشوائيات التجاريه طبعا هي ظاهره سيئه تمام، كانت من قبل الثوره في، لكن كانوا يحاربوا فيها وكذا كذا، وبعد الثوره في ناس واجد استغلوا الشيء هذا. ولكن احنا عندنا امل ان شاء الله ما توفر حكومه والبلاد وكذا، ان شاء الله حن يكون فيه لها علاج كويس ان شاء الله. غلط والله، هذول الناس والله حتى فيهم الشك، والله حتى وطنيتهم فيها الشك، الناس اللي يجيب الكلام هذا كله والله صدقني. مش تستغل فرصه انت بعد ما صارت البلاد، ابني هنا وابني هنا وابني هنا، ليش؟ هذا عند ربك حرام، عرفت كيف؟ وعند الناس صدقني احتقار بعدك ما فيش. هذول ناس غلط 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 في غلط، حتى المكان اللي قاعدين فيه هذا غلط من الاخر هيك والله. والله بالنسبه للعشوائيات يعني المفروض من يديرون نحل، عرفتهم؟ لان هيك البلاد قعدت فوضى هيك، ما وننصح الناس انهم ما يشروش، حتى واحد باش يجنوا يقلل من الظاهره هذه، عرفت؟ لان في البدايه يعني ما يرضاش بين اي واحد، لان ما اللي يرضى بين ضروري يبقى فيه مثلا تنسيق في اسعار معينه في ضبط، يعني هذه هي ما يرضاش في حد. غلط، لقينا شيء غير صحيح. اولا استولوا على الحدائق العامه وعرقلوا حركه السير عن المواطنين على الطريق المخصص للناس اللي ماره، ما عادش فيه ان كله قاعد تمشي على الطريق، قصدي ما عادش فيه ناس وين استولوا على جميع الحدائق، قصدي الجرادين وني كلنا استولوا عليهم، اللي داروا هناك شاك كافيات والله مو شنو هن شيء على شيء يفرق، فهمت؟ تو زي بالنسبه عندك هناهي المكان، انا كويس بالعكس، انا متنزه للناس وللاطفال وكويس، انا بروحي جايبه وبنتي انا نرفه فيها ونلعب فيها، لكن في اماكن اخرى مش تمام، عرفت؟ لان على الطريق مضايق الناس، مضايق السيارات، فهمت؟ امور زي هيك كلها مظاهر سلبيه يعني بالنسبه كالمواطن كالمنطقه كالشارع، يعني حتى المنظر العام في الاماكن العامه، المواطن في مكان الشارع الرئيسي ما يقدرش وين يحط سيارته، ما يقدرش وين يدرس، قدام المدرسه قدام المنظر كله سلبيه. والله كنا ضد نحن الحركه، ونتمنى من برواحهم اللي هني ما يدير سياره، يعني ضروري ياخذ مكان هني ويدير، قصدي كل واحد يبدا بروحه قبل ما تجي حتى الحكومه وتطيح الله، وني يبدا بروحه. شو رايك في انتشار العشوائيات التجاريه؟ والله بالنسبة للقانونية هي غلط بصراحة، لأن عشوائية يبقى ما عاش فيها قانون ولا عافية، يبقى قانون غابة يعني. ولكن الفترة اللي نحن قاعدين فيها توا مفروض أن تجاوبوا معها، لأن البلاد وضعها تريح شوية ويبدأ فيها قانون ويبدأ فيها يعني، وبعدين يبقى فيها حسم رأي صح يعني. لكن هي كتجارة غلط، العشوائيات هذه بالذات في غلط في كل، مش مظهر حتى مظهر البلاد، مش مظهر البلاد نهائيا يعني. ولكن تو ما ينفعش يعني وقت الحالي، وقت الفوضى، وقت الهني تزيد من نسبة الغلط في البلاد والممارسات الخاطئة، فنحاولوا يهديهم الله بأرواحهم انهم يعرفوا الصح والغلط في كل شيء يعني، في كل شيء يعني. أولا من الدولة الليبية أن تدير مسكن لائق للمواطنين، وخاصة في المنطقة الشرقية بالذات صراحة، عرفتوا؟ لأن الناس في اللي أجروا في اللي جالوا الكوخ بنا كوخ، وللأسف يعني نقولها الناس المسؤولة ناس ضعفاء، لمسكين المجالس المحلية ناس ضعفاء صراحة، لا يهتموا بالمواطن، لا مجلس بلدي، ليس هناك أي اهتمام صراحة.